السلام عليكم. شحنتين عفوا. من الصين. هذه القطعة ممتازة جدا مثل ما انتم تشوفون. ميزة القطعة هذه، شوفوا دحين اوريكم ايش ميزتها. ميزتها انه في ميموري خاص بشركة هواوي. هذا الميموري اسمه نانو ميموري او ان ام، اسمه ان ام. فشوفوا شوفوا اسمه ان ام، كذا يجي شكله هذا اللي فوق. هذا اليو اس بي والتايب سي حيدعمه، لأنه الآن التوجه لشركات التقنية والتكنولوجيا كلها على التايب سي، يبي يلغوا اليو اس بي ويخلوا التايب سي. حتى السيارات اليوكون الجديدة والتاهو والسيارات الأمريكية والكورية الجديدة كلها فيها تايب سي. فإيش الحل؟ قاموا الحل إنهم ألغوا جميع المداخل يو اس بي وما يو اس بي، ألغوها وخلوا بس هذا التايب سي. يعني خلوا بس التايب سي، صار إذا عندك مدخل تايب سي هو اللي صار ايش يدعم النقل والهذا. طبعا راح أفك هذا أوريكم كيف يشتغل. هو في له ميزة حلوة، هذا هواوي في له ميزة حلوة. الميزة اللي فيه له إنه تقدر تشغل عليه هذا، تفك هذا وتشغل عليه، وتشغل عليه اللي هو هذا اسمه ماي ام مايكرو مايكرو اس دي عفوا، هذا مايكرو اس دي القديم برضو للكاميرات القديمة. اشتغل عليه ويشتغل عليه النانو مايكرو اللي هو خاص بهواوي، اللي جالسة تراهن عليه شركة هواوي انه راح ايش يغير التقنية ومش عارف ايه. هنا تحط النانو سيم، وهنا تحط المايكرو اس دي، عرفتوا كيف؟ وهنا تحط تايب سي، وهنا تحط يو اس بي. يعني شايفين كيف حجمه؟ مع انه في شركات اخرى زي لوكسر مسوي حركة مرة حلوة، يعني مسوي حركة زي كيف اوريكم اياه. لوكسر مسوية هذه الحركة، شوفوا كيف مسوية كذا، مكبرة راسها ومسوية هذه القطعة. هذه القطعة تسوي كذا، هنا تفك تايب سي، تايب سي تحط في البلاي ستيشن، تحط في الاكس بوكس، تحط في مسجل السيارة، تحط في اللابتوب الجديد حقك في وهنا 3.0 يو اس بي 3.0. ايوه الان افك هذا. ما شاء الله عليه جامد. كيف يطلع كذا؟
هنا تحول من نانو سم إلى مايكرو سم. هنا تحط ال يعني الطريقة غير عملية. شوفوا كيف هنا أضغطه، أضغطه هنا ثاني، يعني مثلا كيف مثلا تيجي تحط من هنا، تحط هذه هنا مثلا، تحط هذه بس. أحلى ما فيه إنه 3.0 آخر إصدار، 3.1 أعتقد. هنا تسوي إيش؟ تنقل بين الممر اللي عندك. هذه هذه القطعة أوريكم إياها، هذه القطعة من شركة جيس فيكس. شوف القطعة هذه فيها ميزة حلوة، إنه لو عندك هارد ديسك قديم في أي لابتوب ولا في أي ديسك توب، خرجه من الجهاز، خرجه من الكمبيوتر ولا من اللابتوب حقك ولا من البي سي، واشتري له هذه القطعة 5 ريال من الصين، 5 ريال، بدل ما ترمي الهارد ديسك ولا تروح يروح محل الكمبيوترات يضحك عليك يفك الهاردسك. هذا الهاردسك يعني قيم. شوفوا كيف تيجي كذا تشتري هذه القطعة ب5 ريال من الصين من علي اكسبريس، وتسوي كذا شوفوا تسوي كذا اسمها ساتا، تسوي كذا شوفوا بس وخلاص، وتستفيد من الهارد ديسك. بس حط له كذا غلاف، في علي اكسبريس وفي امازون يبيعوا غلاف، حط له غلاف كذا وتستفيد منه كهارد ديسك، تشبكه في شاشة سمارت، تشبكه في لابتوب، تشبكه في كمبيوتر زي كذا، حيشتغل. شوفوا الآن أوريكم كيف يشتغل. شوفوا هنا نرفع الشاشة معاكم، أنا حشبكه هنا، حشبكه فين؟ هنا. حشبكه في اللابتوب. شوفوا من هنا من اليو اس بي. شبكته والآن أروح للشاشة، أروح لل حلاقي هنا. شوفوا نزل هارد ديسك كامل ومظبوط. شوفوا كيف حجمه، شوفوا 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 الآن شوفوا شوفوا الآن أفكه. شوفوا كيف الحين أفصله، شوفوا شوفوا كيف أفصله، انفصل. ارجع اشبكه، شايفين هارد ديسك مظبوط يا معلم، وحياكم الله.